هي شركة رائدة في الميدان ديالها، الميدان ديالها هو الصناعة الثقيلة. الشركة كانت كتخدم مع لو سي بي، مع شركات الكبار في البلاد، لو سي بي، سيمنز، مع بتروم، مع إفريقيا غاز، صحراء أطلس، يعني شركات الكبار وقديمة. راه هي من أول الشركات اللي بدأت الصناعة الثقيلة، يعني والمعاناة ديالنا بدأت تقريبا من 2018، ابتداء من أول حاجة اللي كنا كنعانيو منها هي تأخير الأجور. كانت بعض المرات كتخلص تل لو 10 لو 15، بقات غادي داكشي كيتزاد غادي كيتزاد، ولات شهرين ثلاث شهور. في 2000 وشهر 12 تقريبا 2021 ولينا كنتسالوا عام ديال الايام، يعني عام 12 شهر. كانت الشركه كانت دخلات، ملي كانت دخلات في صعوبات المقاولات، صعوبات المقاوله، كانت خدات سميتو سوفغارد اللي هو مسطره الانقاذ، ما نجحاتش فيها. من بعد انتقلت لمسطره التسويه، حتى هي كذلك اللي هي عندها اول قسط خصها تدفعو، تخلص دوك لي فورنيسور الدائنين ديالها خصها تخلصهم في شهر جوج. كذلك دابا حاليا ما نجحاتش، يعني النشاط ديالها متوقف كلي. كان في الاول كانت الاداره فاتحه معنا الحوار، مؤخرا مني يعني مني سدات علينا البيبان، ما بقاتش الاداره كتستجيب للمطالب ديالنا. التجئنا للمحكمه التجاريه اللي هي عطاتهم تسويه قضائيه، وتسويه قضائيه كما هو معروف عند اهل الاختصاص كتعطى باش من اجل اعاده النشاط ديال الشركه، استعاد النشاط من اجل حل المشاكل الاجتماعيه، يعني ديال هاد البيوت الاسر تبقى مفتوحه. فاذا بها العكس، ما زادت الا المعاناه ديالنا مع 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 مع, 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 مع الاداره. وصلنا معهم القضاء دابا حاليا، يعني في المحكمه التجاريه وكذلك في المحكمه الاجتماعيه. ففي الاجور ديالنا كنطالبوا بالاجور، اولا الاجور ديالنا اللي وصلت دابا من شهر 3. ثاني حاجه الاقتطاعات ديال لاسيمير اللي هي كتقتطع علينا من 2017 الحال، دابا كتقتطع على دابا الفيش دو بي ديال شهر 12، دابا تقلبوا شهر 11 غتلقاه مقتطعين في لاسيمير. كنمشيو للاداره ديال لاسيمير كيقول لك ما كنعرفوكمش نتوما. التريمستر الاولى ديال 2017 اللي مشى تقاعد في 2019 2020، مشى حدو 2017. ثاني حاجه ليميتويال اللي عندنا من 2017، كاينه اتلونطا، كاينه وافا، كاينه سميتو اكسا، حتى هي هادو كاملين الدواسه ديالنا كان باقا كنتسالوا فيهم. مؤخرا ساهم كذلك اللي هي الاخره اللي تسينات مع الشركه ديالنا هذا العام، حتى هي حبست معنا تقريبا شهر 8. وكانت المعاناه فعلا ديال كان مؤخرا واحد العامل من العمال ديالنا راه مسكين توفى رحمه الله، يعني كان دفع بريزون شارج وما تقبلاتش ليه. المهم داكشي بقدر الله، ولكني بطبيعه الحال كتكون الاسباب.